خلنا نشوف اللي عقبه. اللي عقبه يقول لي calculate the average of each assignment and add it the result and display on the screen. يعني هم نضيفه في ال result وهم نطبع على الهاي. هنا قصده average of each assignment، يعني average حق كل assignment. تمام، كل نطلع كل الاسايمنت ونحسبهم، طلع الافرج. هل هاي نقدر نحسبها داخل اللوب؟ السؤال لا، نقدر نجمعهم كامل ولكن ما نقدر نحسب الاسايمنت داخل اللوب، فبيكون برا اللوب. جزء بيكون داخل اللوب اللي هو الجمع، والجزء الثاني بيكون برا اللوب اللي هو القسمة. تمام، فخلنا نشوف شلون بنقدر نسوي. علشان نسوي الاد حق كل اسايمنت، زين، بنحتاج فيريبل. ولكن لان ليش بنحتاج فيريبل؟ لان بنستخدمه بعد برا اللوب. ولكن لان ست ارقام، فمو معقول اسوي لي ستة فيريبل. فشنو بسوي لي؟ بسوي لي ستة، بسوي لي اري، خلينا نسميه هنا مثلا sum assignment. تمام، بيكون اري السايز ماله بيكون ستة، او اقدر اخليه دايناميك. انه شلون اقول نيو دبل، وهني داخل السكوير براكت شنو اكتب؟ اكتب course.marks صفر، لان ابي الثاني دوت لينث. بس اغير هني كامل ذلين بيتغيرون ويا بعض. هاي فايدة الدايناميك كود، انه اغير مكان واحد كل الاماكن يتغيرون. تمام، مو شرط انتم تمشوا على هالطريقه، ولكن ابي اوصل لكم احسن طريقه عشان تحلون برامجكم بشكل اسهل. تمام، الحين شلون بنحسب؟ لان قاعد نستخدم اري، فشنو بنعرف؟ هو الاي هو عباره عن الاسايمنت، اسايمنت 0 يعني اسايمنت 1. تمام، فبنقول له في حال انت قاعد تاخذ اسايمنت 0 زين حق هالطالب اجمعه. فشلون بيصير بالضبط؟ فسواء اذا كان عمودي ولا افقي ما بيفرق، فانا بختار يكون افقي عشان اريح لنا طالع الديتا. خلينا نقول هني 70، بنحط بس حق اثنين منهم ديتا بس عشان نفهم الفكرة. خلنا بس نزيد ارقام بسيطة، خلينا نقول زين. فهاي الديتا مثلا مالتنا، خليت ارقام سهلة عشان نقدر نحسبها بسرعة. فبنقول هني شنو بنقول له؟ هو دش اللوب الحين حق هالطالب زين، فخذ الديتا هاي. تمام، يوم خذ هالديتا قلت له تعال اجمع لي اياه، خلي هني في الاندكس 0 لانه هو نفس الاندكس. تمام، راح حق الثاني نقول له اوكي حط لي هاي 80 هني. تمام، والباقي نفس الطريقة. يوم دش حق الطالب الثاني زين، الحين عندي هني 5، فشنو بضيف عليه؟ هني اوريدي 70، فبضيف عليه بصير كم؟ 75. تمام، بيروح حق هني 2، بضيف على 80 بصير 82، وكذي الى اخر شيء، اخر واحد. خلينا نعتبر انه هاي اخر واحد، كم بيصير؟ بصير 85، وطلعنا المجموع. باقي علينا بس ان نقسمهم. تمام، فنقدر بعدين نقسمهم برا اللوب، لان هاي ما نقدر نسوي داخل اللوب ليه ما كامل العدد اكتمل. اوكي، فهاي اللي بنسويه في اللوب، بنخليه انه يجمع في الاندكس. تمام، في حال قاعد يساوي الاندكس ماله بنخليه يجمع في نفس مكان الاندكس. فبنروح حق اللوب، شنو بنقول له؟ بنقول له شنو كان اسمه؟ اعتقد sum assignment. خلنا نغير هاي الفيريبل عشان ما يصدنا خربطة وياه. فبنقول له هاي sum assignment هني، خلنا نقول for each student. دايما حاولوا تحطوا اسامي واضحة عشان ما يصيدنا خربطة. هاي اوريدي داخل اللوب، نقول for
each أعتقد كفاية مفهوم إنه نحكي الطالب. نغيره في كل مكان. زين الحين هاي اري في نفس المرحلة اللي بيكون فيها اللوب، نبغي نفس المرحلة اللي هو الاي يضيف لي نفس القيمة، وعشان ما يصدني خربطة ويا ذي ما بستخدم ذي نهائيا الا مرة واحدة، عشان زائد وذي يمكن احتمال انها تخربط. فشنو باخذ دايركت من الاري نفسه. زين وهنا بخب طبعا شنو بقول له، اقول له بلس وغيره. شوفوا الاي تتغير، بيكونون صفر بعدين بيصيرون واحد بعدين كذي، كل الاسايمنتات بتتضبط على هالطريقة. على فكرة ما تشيكنا احنا هني اذا خلينا الدو برا شنو بيصير، خلينا نشوف اذا خليناه برا التصفيرة صفر نشوف، خلينا نشوف شنو بيصير. شوفوا هني الاعداد كامل اختلفت. ليش؟ السبب انه مو قاعد يتصفر حق الطالب، مفترض حق كل طالب يتصفر، فاذا خليته برا ما بيتصفر فبيكمل. فالعدد هني شوف هني 182. الافرج القبلي كم كان؟ خلينا نشوف الافرج القبلي كم كان؟ 75. تمام خلينا نحفظ هالرقم في بالنا 75. والحين نشغل الكومبايلر، اعطاني 128. نشيك بالكاك، خلينا نشيك بالكالكوليتر. 128.33 ناقص 75 كم بيعطيني؟ شوفوا هني اعطاني اول قيمه، فكل ماله قاعد يزيد عليه يزيد عليه، فهاي ما بينفعني، فالافضل ان اخليه داخل اللوب عشان يتصفر. تمام زين. فالحين رجع حق هالموضوع، احنا خلصنا الاسايمنت كامل، فمثل ما نعرف ما نقدر نقسمه هني، هني بس مجرد نجمعه. خلنا نحط كومنت sum each assignment. تمام القسمة وين بتكون؟ القسمة بتكون برا اللوب، تكون هني. خلينا نحط لكم بعد كومنت هني تاني عشان نعرف هني قاعد نطلع الافرج. نقول له افرج فور هم لان ستة، الافضل شنو نسوي؟ نستخدم لوب. تمام عشان ما نضيع وقتنا ونكتبهم ستتهم، فبنستخدم لوب. انتجر اي اكول زيرو، أصغر من كم؟ من ستة، أو نقدر نخليه دايناميك مثل ما قلنا. نقول له كورس ماركس دوت، لا تنسون الرو، تخلون الرو بعدين لينث. تمام خلنا نحط بريسي في حال احتاجنا نضيف شيء، على الأقل يكون أوكي. فهنا نقول له فور اي. هني شنو بنسوي؟ بنطبعهم كل واحدة بروحها. شلون بيكون؟ نقدر نسوي حركة حلوة بالبرنت اف، ان نخلي كلهم مثل ما نعرف برنت اف من اصل ما عنده اند لاين، فنقدر نخليهم كذي اذا تبونهم في سطر واحد. تمام ان كل ساعة يتغير القيم، ونحط مثلا نقول سيستم دوت اوت، نحط برنت اف احسن لنا. نقول له من مكان نخلي 1 و 2 بنحط شنو؟ بنحط حق الانتجر اللي هو percentage d equal، ونقدر نسوي القسمة هني يعني عقب الهاي. فشنو بنقول له؟ بنقول له percentage 0.2f اعتقد كفاية عدل.
هل الأفضل يكون في سطر بروحه أو يكون أو كل واحد في سطر؟ خلنا نشوف شنو الأحلى ونسوي. أول شيء الحين الـ I هو بيكون الـ I هو رقم الأسايمنت، بس ما نقدر نخلي I، فنقول له I plus 1. بعدين بنقول له شنو، بنسوي العملية القسمة هنا. نقدر نخلي في variable ولكن محس ما يحتاج. فشنو بنقول له؟ بنقول له sum، كان اسمه sum assignment، ونخلي الindex او الindex، ونقسمه على شنو؟ نقسمه على عدد الطلبة. احنا already طلعنا بشنو؟ count، تمام؟ انه يحسب لي كل الطلبة كم طالب عندي اياه، تمام؟ هال count، فاقدر استغله واكتبه هني مرة ثانية واقول count، تمام؟ شوف هني ما خليت print align. اذا ابي اخليه بعدين اقدر اخليه تحت برا اللوب. خلينا نشوف شلون بيكون شكله. احس من الافضل ان نخليه، نقدر نخليه كل ثلاثة، خلينا نجرب كل ثلاثة احسن. وفي شغلة بعد هني، خله نحط مسافة عشان لا يتصقون في بعض، ونحط نقطة مثلا، نخلي ثلاثة الأفضل هنا، نخلي سبيس ونحط نقطة عشان ما يلصقون في بعض. إذن قلنا كل ثلاثة، كل ثلاثة شلون؟ نقدر نخلي F هنا ونقول له F I equal 3، تمام؟ شنو بيصير؟ بيصير system dot out print مثلا. هاي حل، نقدر نخلي F وداخله باك سلاش. خلنا نشوف مثل ما تشوفون، او 3 يعني 4، اوكي نخليه 3 اللي هو 2، تمام؟ شكله صار. بعد احس انه يكون كل واحد في سطر بيكون احلى، تمام؟ فبنشيل هالاف، وهالنقطة صايرة وايد بعيدة، فبنشوف اذا نقدر نجربها. بس مجرد علينا ان هنا نخلي شنو باك سلاش ان، وخلينا نشوف الحين. احس كذي اضبط، النقطة ما لها داعي، احس قاعد تخرب الشكل كذي، تمام. ومثل ما يبغي، هم يبغي في السكرين وهم يبغي في وين؟ في الفايل. شنو بنقول له؟ بنقول له import file، زين، وبنطبع هاي كامل. اوكي هاي input، sorry output. تمام، شغل البرنامج هني. اوكي الت 1 نفس الطريقة، اوكي نفس